في سرك عاوز أقول لك في قديسين سموهم المعترفين، اللي هم اعترفوا وتألموا وتعوروا وتأذوا حافظين الإيمان. ولما نقول البركة نقول الآباء والأنبياء الرسل والشهداء السواح العباد النساك والمجاهدين والمعترفين. القديس العظيم أنبا ثمين المعترف اللي كان على الأرض حافظا للإيمان ففقعة عينيه إنه لا يعترف بمجمع خلق دنيا، والآن في السماء بعينين، إن الإنسان لما يقوم في السماء يقوم كامل. قديس أنبا ثمين المعترف من شبين الكوم، من بلد في شبين الكوم، اتولد في 597 ميلادية أي في نهاية القرن السادس. وفي مثل يقول الديك الفصيح يطلع من البيضة يصيح، مثل يقول الديك الفصيح. فمثلا أنبا باسيليوس لوكسور، وكان أسقف للوكسور وأسوان وكده، يعني البلاد دول في الستينات، وقد رأيت هذا الرجل القديس العظيم وتنيح بعد عملية الزادة في مستشفى ناجي حمادي. كان هو وصغير سنه 6 سنين يخبط على البيت في بلدهم في جمولة، أمه تقول مين بيخبط؟ يقول أنا سيدي، هو صغير. فأنبا ثمين القديس العظيم أنبا ثمين المعترف كان قديس من بدايته. في سن 12 سنة كان أغنسطس في الكنيسة وله وضع في الكنيسة، وكان يصوم يومين يومين، وكتب عنه في الصوم الأربعين المقدس كان لا يأكل خبز، ورجل ناسك، وكان يحب يبقى من الآباء الرهبان. ولما كانوا يسألوه عن الجواز كان يبكي ويقول لهم قد كرست نفسي لله.